محكمة عيدا ماذا خلف كسدية دلك يا وان أفرتي أو دياشا بيولا كدير السنة ديغانكا ديتان إيدك ماذا محاسي قبل كهيران حير إلا ليا محكمة عيدا ماذا خلف كسدية خيرتا مددي العطنات محمد عبد القادر محمد الله داي أو دياشا بيولا كاسي أيا يري دلك مركو دقال فربضان وكدعي تجاوين فربضان الله صامري تجاوذي وقدم بيسول وقو ليسو مصلحة لغا قارع ولا هذا فرب بضان ودالك كدع وحي نغطي تان عيدا ماذا قلب كسيدا اي محكمة عيدا ماذا اي حالكو دي كقارين ومحايا لسراكيش عيدا ماذا قلب كسيدا اي محكمة عيدا ماذا شلمات كمان راديان بجت كمان راديان وشي كمان راديان ديدتكو دي دعانكو دي حولوه دي وقت يدا اي كبحيان وحنو ربنا مشكلة إن بدن سوسة وقاب تاني آجان وكجري جرتي إن إلى هاي السبب إن أقول دجا إن مصلحة دوار لا جار هل فرين وحربا دمان دت كمشان فدي إن قصة مرسي قف والبو ما أنت أنت فدي أما نبضون ها هذا أما سرقال ها هذا مقدومي ما مل ها هذا دمان تين وحنا هاي السنة فرصة أو أمان توح بدن كوبدلي كرنا إن عقل قدوميها محكمات إذا ماذا خلف كسدية قيبتا عن دولة أتنات قاشان محمد أمين عبدلي أي وذياشة وقوة رمي صغبت محكمات إذا ماذا خلف كسدية قيب وقلت هاي جيس كلهم كي جيسين تا أنا سويديني سألقيا با ماشا ندقال أكد عاي وادقال بيلات إذا ماذا أمني قوالك قرتيو لحد حايدين إني كلا لحد حايدين وكلي عليان ويمادين محكمة ما حال كان كيني إلا محكمة وحكم amarkii ugu dambeeyay ee dawladda ay bixisay waa dawladda Soomaaliya oo ah maxkamadda ciidamada qalabka sida meel kasta oo dagaal ka dhaca dagaal beeled ah inay tagto soo kormeerto kii qaana umadaas dhibaaya ee dagaal oogana ay ka qabato si xal guud xal waara loo helo waxa hadda halkaan imaan waxa kamid ah askarka qayb qaadata dagaalka waxaan rabnaa inaan maxkamadeena soo taagno maxkamad sababtoo ah wixii loo soo igmaday ama loo soo dhaari wax ka baxsan ay galeen askarigan waa ka mamnuuc inuu qabiil u dagaalamo ama xataa qabiilka dhex guux waana wax laga dhaariyay hadafka koowaad ee imaan waa kaas gudoomiyinkan dambe maxkamadda ciidamada qalabka sidee ee dalka ayaa waday dacwad ku soo oogida shakhsiyaad la sheegay inay ka tirsan yihiin ciidanka dawladda kuwaas oo qayb ka ahaa dagaal beeleedo ka dhacay qaybo ka mid ah dalka محمود داعد راديا يتي فيك ستي مقدشو.